والمخزون اللي موجود، فاذا هناك تنظيم. يبقى اذا معناه ذلك انا بصوم 18 ساعه، منهم نصهم انا معتمد فيهم على الطعام والسحور. هنا بقى الاكسده اللي بتتم، عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الشيطان يبغي لابن ادم مجرى الدم في ايه؟ مجرى الدم في العروق، فضيقوا عليه الخناق بالصوم او بالجوع. لسبب، لان هنا هو بيتكلم عن الشيطان، يتكلم عن الدهون البروتينيه قليله الكثافه اللي بتترسب في الشرايين، هي دي بتستهلك في نهار رمضان عشان تديني طاقه. في الوقت نفسه الخلايا الضعيفه اللي بيحصل لها تمحيص، تمحيص يعني اختبار، تبتدي تتهدم في ايه؟ في نهار رمضان. وده كلام مهم جدا جدا، ان الخلايا الضعيفه تتهدم، لكن بعد الاكل بثلاث ساعات بتبتدي تتبني غيرها. يبقى في هذه الحاله، عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان احنا بنخلص من 60 تريليون خليه في نهار رمضان من الخلايا الضعيفه، ويتبني غيرها، اذا هناك تجديد لخلايا الجسم. يبقى اذا هناك تنظيم ما بين الايه؟ الايه؟ طيب عشان كده بقى وجدوا ان الصيام الاسلامي ليه فيه يسر، لان ما بتتمش الاكسده للدهون اكسده كبيره، انما الصيام طويل الاجل او طويل الامد اللي هو الصيام الانقطاع الكبير، ده من الممكن يؤدي الى اكسده كبيره جدا للدهون. الاكسده الكبيره جدا للدهون تديني ما يسمى بالاجسام الكيتونيه. الاجسام الكيتونيه تديني اسيتون، يعني تبقى اكسده عاليه جدا. يبقى هنا الاكسده اللي بتتم اكسده لانتاج الطاقه، اكسده للهدم وانتاج الطاقه، واستخدام المخزون في انتاج الطاقه، انما مش اكسده عاليه جدا بحيث انها تؤدي لي الى الاجسام الكيتونيه. والاجسام الكيتونيه لو عملت اسيتون يبقى الانسان يصاب بالاغماء. عشان كده الصيام الاسلامي هنا فيه يسر وفي تنظيم الامور، ونظمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال ما زالت امتي بخير ما عجلوا في الفطور واخروا في السحور، وشرحنا العمليه دي. والعمليه دي لذلك بقى كل العلماء قالوا ايه؟ بتاع علماء التغذيه وخاصه اندريا والعالم التغذيه الامريكي، قال اذا الصيام الاسلامي كله بيقع في حته مهمه جدا جدا جدا، وهي التوازن بين الايه؟ الهدم والبناء، او بين البناء والهدم. والأكسدة التي تتم للدهون أكسدة جنتلي، يعني أكسدة معقولة، لا توصلني إلى الأجسام الكيتونية، وبالتالي لا توصل إلى الأسيتون، فالإنسان لا يصل فيه إلا إلى إنتاج الطاقة، الأكسدة الدهنية لإنتاج الطاقة اللي عبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما قال إن إيه؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. هنا الشيطان عبر عنه هي الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي بتترسب في الشرايين وتسد الشرايين، هي دي اللي بتتأكسد في نهار رمضان. ولذلك سيدنا رسول الله قال فضيقوا عليه الخناق بالإيه؟ بالصوم أو بالجوع. عشان كده كل من ضيق عليه، يعني إيه؟ يعني نستهلك هذه الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي بتسد الشرايين، نستهلكها في إنتاج الطاقة، وبالتالي هنا الأكسدة أكسدة جنتلي، أكسدة تعتبر معقولة، عملية كيميائية بسيطة جدا، ما هيش عملية كيميائية كبيرة جدا زي الصيام.